ان كنت عزم عن نفس قسم العزم، يعني مش بس في عزم لوحدي معزول عن العزم، معزول عن العزم. ولا يهمك عمالك شيخنا، عمالك اعطيني شوي اعطيني شوي اعطيني شوي. الفرحة اليوم الحقيقة أجزم أنها تلامس شغاف قلب كل غيور. الشيخ رائد حتما دفع ثمن لمواقفه الصلبة في نصرة المسجد الأقصى المبارك. لما عرف أنني سأخرج وقف أمام باب عزلي في غرفة رقم واحد المعزولة عن بقية كل الغرف، وأصر شيء غريب، خليلي شو بدك تعمل؟ أصر أن إلا أن يصافحني كف بكف. يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى إن شاء الله. الله أكبر.